معايا السيد اللواء أسامة إسماعيل مساعد وزير الداخلية. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير يا كابتن. أهلا يا فندم. سيادة اللواء، ماذا حدث اليوم في شارع القصر العيني؟ لماذا وقعت اشتباكات مبكرة قبل 25 يناير؟ هو بالنسبة لأحداث شارع القصر العيني، كان فجر اليوم مجموعة من الأشخاص قاموا بإزالة بعض الحواجز الأسمنتية اللي موجودة، واللي هي بتمثل حاجز أمني لتأمين المنشآت الهامة اللي في تلك المنطقة. تم احتواء الأشخاص اللي قاموا بهذه الأفعال لتهدئة الموقف، ويعني الموضوع تم احتوائه في حينه، إلا إن فوجئنا ظهر اليوم بقيام بعض الأشخاص بإلقاء الحجارة والمولوتوف وإطلاق أعيرة في اتجاه القوات، وحصلت الإصابات زي ما سيادتك ذكرتها. الأجهزة الأمنية وأجهزة البحث الجنائي بتبذل جهودها لتحديد مرتكبي تلك الوقائع والعمل على ضبطه. نعم، طيب حالة الضباط والجنود نطمئن عليها؟ أنا كنت قريت إن في مجموعة منهم خرجت بالفعل من المستشفى. هو الإصابات بطلقات خرطوش، في إصابات جسيمة في 2 من المجندين، في إصابة مجند في عين يمنى وإصابة مجند آخر في عين يسرى، وهي دي إصاباتهم الجسيمة بالفعل، وبقية الحالات تحت العلاج. هل هذا مؤشر بالنسبة للداخلية إن في غدا الأمر لن يكون يسيرا أو سهلا؟ اللي تم خلال متابعة الأحداث خلال ال 48 ساعة، بعض الاتجاهات كانت حاولت تقطع المواصلات العامة في إحدى محطات مثل الأنفاق. بعض الاتجاهات قاموا بحصار مبنى البورصة المصرية. احنا طبعا رصدين بعض المحاولات، واحنا يعني بنحاول ان احنا نمهد لاحتفالية باكر في احياء ذكرى الثورة، الا ان الاحداث اللي بتحصل دلوقتي في القصر العيني واضح منها تعمد الاحتكاك بالقوات لإفساد الاحتفال بهذه المناسبة او توجيهها اتجاهات اخرى، الا ان الاجهزة الامنية انا بؤكد انها اصبح عندها الخبرة التفرقة ما بين المظاهرات والمثيرات السلمية، وبعض الاعمال اللي بتمثل خروج على القانون، وكان مثال ما حدث في ميدان التحرير، كان هناك مظاهرات سلمية على بعد مسافة بسيطة في ميدان سيمون بوليفار، كان في احداث من بعض المندسين تعدي على المنشآت الخاصة وبعض الممتلكات، تم ضبط تلك العناصر في الفترة السابقة وتم تقديمهم لجهات القضاء، وبالفعل صدرت احكام بالسجن والحبس عليهم في الآونة الأخيرة. طيب خطة وزارة الداخلية سيادة اللواء بكرة هتتعاملوا مع المظاهرات في مصر كلها ازاي؟ امتى الداخلية هتستخدم سلاح؟ امتى الداخلية هتضطر للمواجهة؟ هتتعاملوا ازاي مع واقع متسع زي بكرة؟ بالفترة الأخيرة كان طبعا في ضوء رصد جميع الأجهزة لاحتفالات إحياء ذكرى الثورة 25 يناير، السيد الوزير عقد اجتماعات مع قادة الأجهزة الأمنية، وتم وضع الخطط يعني على أساس محور أمن المواطنين. احنا المواطنين بيهمنا أمنهم في المظاهرات السلمية والمسيرات السلمية، أمن المنشآت الهامة والممتلكات الخاصة، ودول محاور خطط التأمين، وإن شاء الله الأجهزة على كافة المناطق في البلد يعني في المحافظات مستعدة لمواجهة الاحتفالات اللي احنا بنتمنى انها تطلع بصورة سلمية. هل هناك تسليح لبعض افراد قوات الامن غدا؟ منظومة التسليح حاليا لا تتجاوز الغازات المسيلة للدموع، الا ان في حالة التعدي على المنشآت الهامة او المنشآت الشرطية فيتم مواجهتها وفقا لقواعد القانون وما تسمح به من استخدام الأسلحة.
هل بالفعل سيادة اللواء تم نقل عدد من المساجين من بعض السجون التي قد تتعرض إلى أي خطر، ونقل الأسلحة من أقسام الشرطة إلى أماكن سرية؟ لا، دي استعدادات تأمين المنشآت، دي قواعد عامة موجودة وبتطبق في كافة المواقع الشرطية لمواجهة أي تداعيات. نعم. سيادة اللواء أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة لوزارة الداخلية، بشكر حضرتك جدا.